رئيس الجمهورية يدعو العمال إلى التجند من أجل إنعاش الاقتصاد، مؤكداً ضرورة ترقية الإنتاج الوطني وإيلاء العناية التامة لتكنولوجيات الإعلام الحديثة في رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. رئيس الجمهورية يذكر بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل استرجاع السلم والاستقرار، مؤكداً ضرورة تثمين المحروقات وجعلها أداة حقيقية للتنمية وتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع. وفي الذكرى، الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجدد دعمه ووفاءه لرئيس الجمهورية عرفانا بجهوده في حماية حقوق ومصالح الطبقة الشغيلة. وسيدي السعيد يشيد بدور المرأة العاملة ونضالها النقابي. انطلاق عملية القرعة الإضافية للحج عبر كامل التراب الوطني التي خصصها رئيس الجمهورية للبالغين من العمر أكثر من 70 سنة، المشاركين في قرعة الحج أكثر من 10 مرات. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الواحدة، وقبل التفصيل فيها، موعد صلاة أذان الظهر بالجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. إذن بداية، تحيي الجزائر اليوم الذكرى 62 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى 47 لتأميم المحروقات في ظل راهن اقتصادي خاص وتحديات جديدة تفرض التوجه إلى اقتصاديات بديلة بالاستغلال الأمثل لجميع القدرات الاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن. الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة احتضنتها ولاية وهران تحت شعار ترقية المرأة العاملة والمرأة النقابية، ميزتها رسالة رئيس الجمهورية بالمناسبة. وقبل أن نستعرض تفاصيل الرسالة وأهم ما ميز هذه الاحتفالات، نعرج على رسالة تهنئة وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيسة جمهورية إستونيا كريستي كالجولايد بمناسبة العيد الوطني لبلادها، حيث جدد عزمه على توطيد الحوار السياسي وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة إذا احتضنتها ولاية وهران، وحضرها كل من وزير الطاقة مصطفى جيتوني، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي قرأها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، حيث دعا فيها العاملة والعمال إلى التجند أكثر من أي وقت مضى من أجل إنعاش اقتصادنا وبناء جزائر قوية تؤمن لجميع أبنائها العيش الكريم والشغل، حاثا الشباب على الإبداع والابتكار والتنافسية والطموح إلى التفوق. رئيس الجمهورية أكد أنه يتعين على الحكومة توفير شروط التناسق للمسارات الصناعية من خلال التقدير الجيد للرهانات وتحديد المحاور الكبرى لتحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى المقاييس الدولية، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار والابتكار، مؤكدا ضرورة ترقية الإنتاج الوطني وإلى العناية التامة لتكنولوجيات الإعلام الحديثة. السيد الرئيس أكد ضرورة تثمين المحروقات وجعلها أداة حقيقية للتنمية وتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع من خلال الاعتماد على صناعة البتروكيماوية والإشعاع الشمسي العالي الذي يتيح فرصا كبيرة لتحول طاقوي إرادي واعد. إننا نحيي ذكرى كل منهما كل سنة لكي نشهد عزيمتنا ونقويها على مغالبة تحديات الحاضر وعلى بناء جزائر الغد. ذلك أن هذين الإنجازين التاريخيين ينطويان على عبرة يجدر بنا أن نتخذها نبراسا في سلوكنا اليومي، إذ أنهما يعكسان بصدق قدرة الشعب الجزائري على المغالبة وبلوغ الغاية كلما رام غاية مصيرية حاسمة. والمقصود الآخر من هذا الإحياء هو إلهام شبيبتنا واستنهاضها لإسهام إيمانا واحتسابا في مهمة البناء الوطني. إن يوم 24 فبراير إذ يذكرنا بالكفاح البطولي الذي خاضه العمال من أجل تحرير الوطن من رقبة الاستعمار وهبته من الباسلة التي بفضلها كسبنا رهان تأميم المحروقات، فإنما كرسته التضحيات التي بذلها العمال والعاملات خلال العشرية النكداء دفاعاً عن أداة الإنتاج وعن بقاء اقتصادنا صامداً لا تزعزعه ضربات العنف الإرهابي. رئيس الجمهورية أكد ضرورة التعبئة القوية لكل الطاقة الحية ولجميع العمال لمواجهة الأزمة النفطية التي تمر بها البلاد، مذكرا بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل استرجاع السلم والاستقرار. لا بد لي كذلك أن أذكر بأن المكاسب الاجتماعية والتخفيض المتواصل لمستوى البطالة وعديد الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لم تكن لتتحقق لولا استرجاع السلم، لولا استرجاع السلم، لولا استرجاع السلم والاستقرار اللذين تمتعت بهما بلادنا خلال السنوات الفارطة. التنمية كما نتصورها لا يكتمل لها معنى إلا إذا توخت تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في كافة أرجاء الوطن، وعلى الخصوص منهم صناع الثروة ألا وهم العمال، ألا وهم العمال. على اختلاف فئاتهم
إن شساعة ترابنا الوطني وإن كانت ميزة لا تنكر تملي علينا سياسة تنموية ابتكارية تهتم بالعدالة الاجتماعية التي يتعين علينا تحقيقها في ظروف استثنائية يتطلب فيها تنويع اقتصادنا في حالة الأزمة هذه انتهاج الصرام وأخلقت الحوكمة. وإنني لأولي بالغ العناية لهذه المسائل الاستراتيجية. وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أشاد قبل قراءته رسالة رئيس الجمهورية بجهود السيد الرئيس وفضله في استرجاع البلاد لأمنها واستقرارها وما تحقق من مكاسب للعمال. شرفني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أقول شرفني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله رجل السلم رجل الأمن رجل الاستقرار رجل المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد رجل بناء القيم في الجزائر هذه الجزائر التي ضحى عليها المليون ونصف من الشهداء فحي فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وفي الذكرى المزدوجة جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمه ووفاءه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في حماية حقوق ومصالح الطبقة الشغيلة Son Excellence le Président de la République vient d'inscrire dans les actes de l'histoire algérienne un monument de la diversité et de l'unité. Que Monsieur le Président de la République soit remercié de cette auguste tribune de notre profonde conviction et reconnaissance pour tous les acquis sociaux à l'endroit des retraités, des travailleurs, des travailleuses et des catégories sociales démunies, ainsi que pour les nombreuses réalisations socio-économiques qui ont permis la promotion et l'épanouissement de notre nation en Algérie. Que notre frère Abdelaziz Bouteflika, le Mujahid, soit amplement remercié par ce président et par les travailleurs et travailleuses. Je tiens donc encore une fois à vous demander de le saluer avec ferveur. Lui manifester notre solidarité en tant que travailleuse et syndicaliste. حنا ما راناش معاه بالنفاق ما عندناش لغة النفاق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما عندناش لغة الأعصاب الوسط كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي كلمة له أشاد الممثل الدائم للمنظمة النقابية الإفريقية دايالو عبدو اللاي بجهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خدمة القارة الإفريقية ومساندته لقضايا التحرر ومكافحة نظام الأبارتايد. Et si aujourd'hui nous sommes encore en Algérie parce que c'est un pays historique, n'oubliez jamais que l'Algérie est fait partie des premiers pays qui ont appuyé les mouvements de libération en Afrique, que ce soit Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Nelson Mandela, tous restent reconnaissants au rôle et à la place jouée par l'Algérie pour l'acquisition de leur indépendance
et pour la lutte contre l'apartheid. C'est l'occasion de rendre hommage au président Abdelaziz Bouteflika à cause de tout le travail qu'il a fait pour appuyer le mouvement de libération, appuyer tous ceux qui luttaient pour l'indépendance, la souveraineté de leur pays respectif. Oui, oui, c'est le moment, encore une fois, de lui rendre hommage. Quand il a présidé les Nations Unies en 1974 à New York, c'est lui qui a chassé la délégation de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Il ne faut jamais l'oublier. Vous, jeune génération, apprenez que votre pays fait partie aujourd'hui des pays qui sont historiquement respectés à travers le monde. Vous êtes toujours battu pour l'unité, pour la solidarité, pour la fraternité entre tous ceux qui travaillent aujourd'hui. وإحياء للمناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بساحة الاستقلال بالمدينة الجديدة رفقة وزير الطاقة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمين العام للمركزية النقابية على وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني. كما ذلك المدراء ومنهم من ينتظر وما بدلوا الجزائري مكرا فأدير دائرة المكر. ومعنا من وهران الزميل مراد مزور. مساء الخير مراد. إذن الرهان كبير بالنسبة للعمال بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن وشعار هذه السنة المرأة العاملة والنقابية، ما هي أهم النقاط التي تطرقت إليها الندوة بخصوص هذا الموضوع؟ سوسن، كما هو معلوم فإن ندوة هذه السنة المقامة بوهران خصصت للمرأة العاملة على وجه التحديد المرأة النقابية، وبالتالي فإن الحضور اليوم كان متميزا للعاملات من مختلف جهات الوطن ممثلات لمختلف المؤسسات الوطنية، حيث أكدنا دعمهن المتواصل لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك أكدنا السير قدما وبصفة مستمرة للعمل بكل اجتهاد وبكل جد لتطوير الاقتصاد الوطني. من خلال الكلمات المتعددة جاء تأكيد على المكاسب الكثيرة والمتنوعة التي حققتها المرأة الجزائرية العاملة على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم المتواصل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبفضل هذا الدعم تمكنت المرأة الجزائرية من تبوء العديد من المراتب وكذلك المناصب المهنية الهامة. الجميع من الحاضرات وكذلك الحضور أكدنا على ضرورة المضي قدما في دعم الاقتصاد الوطني في العمل على تطويره تبعا للتحديات والرهانات المستقبلية، كذلك من خلال العمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مؤسساتنا الوطنية، وعلى وجه التحديد اعتماد الحوار كأسلوب للحصول على ربما المطالب والمكاسب المهنية المبتغات. شكرا لك مراد على كل هذه التفاصيل. وبمقبرة الشهداء ببشار وقفة ترحمية على أرواح شهداء الواجب الوطني وقراءة لفاتحة الكتاب عند النصب التذكاري المخلد لأرواحهم، فيما نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين واللجنة الولائية للمرأة العاملة احتفالية تم خلالها تكريم بعض النساء العاملات والنقابيات. من الصرف كذلك الى جانب اخيها الرجل من اجل التضامن. وبالمناسبة ذاتها وترقية لتموقع الجزائر في الأسواق الطاقوية العالمية، يدخل اليوم المجمع الغازي لتيميمون مرحلة الإنتاج. المجمع يعد من أهم مشاريع سوناطراك ويندرج ضمن خطة تطوير قطاع الغاز وتعزيز إنتاجه بنسبة 40% في آفاق 2020. you
انطلقت اليوم على مستوى مقرات ولاية الوطن عملية القرعة الإضافية التي خصصها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، والذين شاركوا في قرعة الحج 10 مرات فأكثر دون أن يسعفهم الحظ في الفوز. الحصة الإضافية التي تشتمل على 2000 دفتر حج نالت منها ولاية ورقلة 80 دفترا، حيث تم اختيار الفائزين بها في القرعة التي جرت اليوم في ظروف تنظيمية محكمة بحضور جمع غفير من المواطنين. أشكر رئيس الجمهورية وقاع السلطات بورقلة بما خاصة يعني المسيرين في الدنيا ذا، والحمد لله يا رب اللي يعني حسسنا النتيجة. الله يدوم في رئيسنا، الله يدوم في أولادنا، الله يدوم في حكامنا. إن شاء الله يجعلنا الجزائر، إن شاء الله الجزائر تشجع وقروص. ولاية قسنطينة هي الأخرى شاهدت العملية وسط فرحة كبيرة، حيث استفادت الولاية من 45 دفتر حج لهذا الموسم. كل هذا من فضل ربي إبراهيم ومن فضل رئيسنا العزيز السيد عبد العزيز بوتفليقة، نتمنى له الصحة والعافية والهناء. مجلدي حرية، وإني مسرور جدا حرية بهذه العملية الانضباطية، وأتمنى للجميع أن يزور البقاع المقدسة إن شاء الله. والله عندي درك 11 سنة وأنا الماركي، والنبي عمري 76 سنة. الله يبارك. الله يبارك. والحمد لله اليوم كما خرجنا الحمد لله يا رب العالمين، والله تكثر خير بوتفليقة اللي درنا هذا الشيء هذا اللي زاد عاودوا لنا. راني فرحانة بهادشي، راني فرحانة. إن شاء الله يفرح بهذوك كل حبيبتي، ربي إن شاء الله يوصلهم للبلاصة اللي فوق إن شاء الله، ويشربوا إن شاء الله الوسع ذاك إن شاء الله زمزم إن شاء الله، باللي خرجوا باللي مازال إن شاء الله يلعب العام الجاي إن شاء الله. كما كانت لولاية وهران حصة فاقت 100 دفتر خلال القرعة التي جرت اليوم في ظروف جيدة. راني فرحان اليوم راني من مركز في القرعة. راني في 14 خطرة. الله إن شاء الله نتمنى لهم كاع يروحوا يحجوا. لا يحرموا منها. واللي ما روحش نتمنوا لها المقدا ان شاء الله. سجلت 11 خطره هي بالزوجه ما قطعناش نياس، وكنا نتمناو دائما، ولكن الوقت اللي مركينا فيه والان السحر عطنا، ولكن معليش كل شيء مقبول الحمد لله. أما بولاية بشار فقد أجريت القرعة الثانية الاستثنائية للحج وسط ظروف تنظيمية محكمة. الحمد لله انا لي 10 سنين وانا نسجل، واليوم عاد بركه جابها ان شاء الله يا ربي ومالك الحمد. اليوم عاد ربي ان شاء الله نافع علينا، وان شاء الله نشوف خير ونشوف خير، ونشكروا على عبد العزيز بوتفليقة على هذا اللي دارها، الاضافه اللي دارها لنا لهذ الكبار. والله يخليه لنا، والله يكمل بالخير للتوالي. الله يعملهم يوصلوه، كي نوصلوا حنا الله يوصلوه ونمشوا بخير ونجوا بخير. في قطاع السكن مواصلة للعملية 23 لترحيل قاطني البيوت الهشة بالعاصمة، تم اليوم ترحيل أزيد من 200 عائلة من مساكن هشة إلى موقع سكني جديد بالدويرة، وهي آخر مرحلة من العملية في انتظار عملية أخرى ستمس 9 مواقع بالمقاطعة الإدارية للحرش. ينسلك حل الدب. هي المرحلة الأخيرة من العملية 23 لترحيل قاطني البيوت القزديرية، والتي شملت 200 عائلة واحدة من بلدية بروبة إلى سكنات لائقة بالدويرة. ما نقدرش كاع نحكي لك كيفاش كنا عايشين، كنا ضيق وهكذا وميزيرية، بصح دوكا ما نقدرش الله غالب، فرحة ما كاش، إن شاء الله لا يحرموا من هذه الفرحة إن شاء الله، إن شاء الله يوسع على كل واحد والله يعطيها الصحة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يحفظ لنا سيد الرئيس ويحفظ لنا سيد الوالي اللي زاد عاوننا. نقولوا أس بوتفليقة ربي يطولنا في عمرك وربي يشافيك، خدموا خدمة مليحة نحاو هادو هما من القزداق، صافي نحاو الجوب نحاو السفقة باش نربوا ولادنا ديفلوبي. زكي زدت في البراكة ودركا الحمد لله.
ديت سكنه فرج عليها ربي. تحيه الجزائر وتحيه بوتفليقه. 9 مواقع للسكن الهش ببلديه بوروبه كلها معنيه بالترحيل خلال العمليه القادمه لضمان مستوى معيشي افضل لقاطني البيوت الهشه. العمليه في نهايتها ان شاء الله تكون في الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله عمليات اخرى سوف تاخذ بعين الاعتبار ترحيل المواطنين القاطنين في البيوت القصديريه المتبقيه قبل شهر رمضان ان شاء الله. بالنسبه للاوعيه العقاريه اللي راح تسترجع من خلال ترحيل هذه العائلات سوف تستغل لصالح المواطن، وهذه هي سياسه الدوله بالنسبه لهذا الأماكن اللي تعتبر جيوستراتيجية بالنسبة للجزائر العاصمة. المواقع الجديدة التي استفادت منها العائلات مزودة بجميع المرافق الضرورية وعلى رأسها المؤسسات التربوية والصحية. يعرض قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال دورة فيفريه التي تنطلق غدا أزيد من 290 ألف منصب بيداغوجي وتوظف 2000 مكون جديد إضافة إلى 370 تخصصا في عدة مجالات تواكب الاحتياجات الاقتصادية والتنموية الراهنة مع التركيز على الشراكة مع المحيط الاقتصادي. نسيمة يعقوبي. توفير موارد بشرية مؤهلة لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي من بين الاستراتيجيات الهامة التي يعول عليها كثيرا قطاع التكوين والتعليم المهنيين. وعليه فإن الدخول المهني القادم لدورة فيفري سيعرف عرض أكثر من 190 ألف منصب بيداغوجية، كما سيدعم الصرح التكويني بـ20 مؤسسة جديدة، دورة ستعرف برمجة 370 تخصصا في عدة مجالات، يضاف إليها تخصص جديد في المدونة الوطنية وهو تخصص تقني سامي في تنصيب شبكات الاتصالات السلكية. عروض تكوينية تتكيف مع احتياجات الاقتصاد الوطني كبديل للمحروقات وفي عدة قطاعات كالصناعة، الفلاحة، البناء والأشغال العمومية والسياحة. كما يعول قطاع التكوين على مسألة الشراكة مع المحيط الاقتصادي بتبني استراتيجية أساسها ملائمة التكوين مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية. فأكثر من 13 ألف اتفاقية وقعت بين هذا القطاع والمتعاملين الاقتصاديين. كما تعتمد نفس الاستراتيجية على إنشاء العديد من مراكز الامتياز في عدة مجالات حددتها الحكومة كأولوية للنهوض باقتصاد بديل عن المحروقات، كمشروع إنشاء معهد مخصص لصناعة السيارات وآخر متعلق بالميكانيك، ومشاريع أخرى لتطوير فروع الامتياز في مهن الطاقة والكهرباء. هذا وتقر الإحصائيات على أن 63% من حاملي المشاريع الناجحة هم أبناء التكوين المهني، مما يترجم نجاعة التكوين في المقاولاتية المرافق في تكوين الشباب في المهن باعتباره البوابة المفتوحة أمام المتخرجين لتسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية. أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بسكيكدا مخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تستعمل في إعداد المتفجرات. كما حجزت مفرزة أخرى للجيش بالأغواط قرابة 1500 طلقة نارية من مختلف العيارات. وفي إطار محاربة التهريب أوقفت مفرزة أخرى للجيش بعين صالح 7 مهربين وحجزت بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة وسيارتين وأجهزة ومعدات، فيما حجزت سيارة رباعية الدفع وشاحنة بعين قزام، في حين أوقفت مفرزة للجيش بغردايا تاجري مخدرات وحجزت كمية من الأقراص المهلوسة. من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني 3 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من سطيف وبدنة.
دوليا أدرجت اللجنة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار دراسة قضية الصحراء الغربية في أجندة اجتماعها المقبل، وستكون مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال هذه الدورة. وأكدت اللجنة سنة 2017 في الاستنتاجات التي توجت دورتها أنها فوضت من قبل الأمم المتحدة لدراسة وإتمام مسار تصفية الاستعمار في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقررت اللجنة بالإجماع دعم كافة لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممي المتعلقة بتسوية القضية الصحراوية. حذرت الرئاسة الفلسطينية من أي خطوة أحادية الجانب من شأنها عرقلة عملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تقارير عن عزم واشنطن نقل سفارتها إلى القدس شهر ماي المقبل. أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية في سوريا بعد أن أجل عدة مرات منذ اقتراحه يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم في جلسة الساعة 5 بتوقيت غرينتش. هذا وقال المبعوث الأممي لسوريا ديمستورا إن أي قرار بخصوص الهدنة يجب أن يتضمن حرية الدخول إلى الغوطة الشرقية دون أي معوقات، والتي تتعرض لقصف عنيف منذ أيام. في الرياضة وفي كرة القدم تستكمل اليوم مباريات الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى بإجراء 4 لقاءات يتصدرها الدرب العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، وهذا هو اللقاء الذي تتابعونه على القناتين الجزائرية 3 وكانال الجيغي ابتداء من الساعة 5 مساء. وفي البرنامج أيضا أولمبي المدية يستقبل وفاق سطيف وتستضيف شبيبة الثورة، شباب الوزداد واتحاد بليدة يستقبل دفاع تجنانت. هذا وقد أسفرت لقاءات هذه الجولة التي لعبت أمس عن فوز شبيبة القبائل على اتحاد بالعباس بهدفين لهدف واحد، في حين تغلبت مولودية وهران على اتحاد الحراش بهدف مقابل صفر، وانتهى الدرب العاصمي بين نادي بارادو ونصر حسين داي بالتعادل بهدف في كل شبكة، في حين فاز شباب قسنطينة على اتحاد بسكرة بهدف دون رد. ربما راح يكون الهدف فعلا هدف لصالح فريق زكريا منصوري، يمرر الكرة ممتازة ناحية حليميو. تحت شعار في ذكرى الشهيد من الفداء إلى الارتقاء، أشرف وزير الثقافة عز الدميهوبي على انطلاق مهرجان رواد القراءة في طبعته الثانية. المهرجان يسعى إلى تنمية مهارات القراءة وتطوير تقنيات المطالعة باستخدام الطرق الحديثة، حيث أشار ميهوبي بضرورة التفكير في تسويق الكتاب كمشروع للمرحلة القادمة، معلنا عن مسابقة وطنية لأفضل كتاب ملخص. هي فرصة لنا أولا للتأكيد على أن المدرسة الجزائرية مدرسة منتجة للقراءة ومنتجة أيضا لمن يحقق فعل القرائية أو المقروئية كما يقال. المدرسة الجزائرية قدمت الكثير من الأسماء التي منحت الجزائر يعني رفعة وبروزا في مختلف الفعاليات الثقافية والتي تعنى أيضا بالقراءة في العالم العربي. القراءة يجب أن تكون مفتوحة على كل اللغات، بالعربية بالأمازيغية باللغات الحية الأخرى. أينما وجدت كتابا وكنت تمتلك القدرة على قراءته فقرأ. نهاية النشر، إليكم تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يدعو العمال إلى التجند من أجل إنعاش الاقتصاد، مؤكدا ضرورة ترقية الإنتاج الوطني وإيلاء العناية التامة لتكنولوجيات الإعلام الحديثة، في رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. رئيس الجمهورية يذكر بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل استرجاع السلم والاستقرار، مؤكدا ضرورة تثمين المحروقات وجعلها أداة حقيقية للتنمية وتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع. وفي الذكرى، الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجدد دعمه ووفاءه لرئيس الجمهورية عرفانا لجهوده في حماية حقوق ومصالح الطبقة الشغيلة، وسيدي السعيد يشيد بدور المرأة العاملة ونضالها النقابي.
انطلاق عملية القرعة الإضافية للحج عبر كامل التراب الوطني التي خصصها رئيس الجمهورية للبالغين من العمر أكثر من 70 سنة للمشاركين في قرعة الحج أكثر من 10 مرات. ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية يمكنكم متابعتها عبر الإنترنت على صفحتنا على الفيسبوك والقناة الرسمية على اليوتيوب والموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.